اقفش دكتور عماد من عربية الفول وعربية التين للشاورما، اظن هتكلمنا عن فوائدها. فعلا النهارده هكلمكم عن فوائد الشاورما اللي عمر ما حد اتكلم عنها قبل كده. اول حاجه خلينا نتفق ان سندوتشات الشاورما من اسرع والذ السندوتشات اللي بتتجهز بسرعه، وتعالوا بقى اقول لكم على الفوائد بتاعتها. اول حاجه السندوتش ده مليان نشويات كتير فبيرفع الانسولين فبيديك احساس جميل بالجوع، فلو عايز تتخن هتتخن بسرعه. تاني حاجه بتبقى متغرقه بزيت الصويا اللي بينفخ الجسم وبينتش وبيعمل تسدي عند الرجال، ولانها مليانه زيوت نباتيه مهدرجه بترفع الكوليسترول وبتخليه في السمنه، ده ممكن يؤدي لانسداد الشرايين فممكن يؤدي الى سكته قلبيه او سكته دماغيه، وكده كده احنا عايزين نريحها. الى جانب ان كميه الدهون والنشويات اللي موجوده فيها بترفع المود لمده 30 دقيقه، صحيح المده دي بتبقى قليله بس هترجع تكتئب تاني اكتر من الاول. طبعا مش هكلمكم عن الفوائد الاقتصاديه لانها فاتحه بيوت ناس كتير جدا، سواء محلات الاكل نفسها او الدكاتره اللي انتوا بتتعالجوا عندهم. حد تاني عنده فوائد للشاورما يا ريت يقولها لنا، وعايز تعرف تاكلها صح ازاي؟ تابعني في الفيديو الجاي.